مرحبا بكم مستمعي إذاعة لودجي راديو ومشاهدي قناة لودجي تيفي. فقرة كيرويك، فقرة اللي كرافقكم من خلالها أنا عايشة بوسكين في مجموعة من المواضيع اللي كتهم الصحة الجسدية والنفسية ديالكم. ها سبق لكم مستمعين وأن تساءلتم لماذا يظهر رأس المؤثر واليوتيوبر المغربي طه إيسو مجحدا؟ إنه مرض تجعد فروة الرأس، فما هي أسبابه، أعراضه وطرق العلاج؟ مرض تجعد فروة الرأس أو ما يطلق عليه بمتلازمة روبرت أونا هي طفرة في نمو جلد فروة الرأس. لا يزال سبب الإصابة بهذا المرض غير معروف، لكن قد تكون ناتجة عن الاضطرابات العصبية والنفسية بما في ذلك الشلل الدماغي والصرع والنوبات وتشوهات العيون، بالإضافة إلى أعتام العين. ترتبط هذه الحالة الطبية مستمعينا بسماكة فروة الرأس، حيث تظهر طيات أو نتوءات أو تجاعيد مرئية على سطح فروة الرأس، يمكن أن تتراوح من 2 إلى 10 تقريبا، وتكون عادة ناعمة وإسفنجية. يصاب بهذا المرض مستمعينا الرجال أكثر من النساء، إذ يصيب شخص واحد من 5 أشخاص سنويا، فيما يعود سبب في انخفاض الإصابة به عند النساء إلى أن الشعر الطويل يخفف من نسبة الإصابة بتجاعيد فروة الرأس. فيما يتعلق بأسباب الإصابة بتجعد فروة الرأس، فترجع أساسا لاضطرابات هرمونية تصيب جلد الرأس، وعادة ما يبدأ هذا الاضطراب بعد البلوغ، حيث ظهرت مجموعة من الدراسات التي بيّنت مستويات مرتفعة من هرمون الغدة الدرقية والكورتيزون في البلازما في 15 مريض مصاب بتجعد فروة الرأس، أي مستويات هرمونية غير طبيعية. وأخيرا مستمعينا طرق العلاج، فنظرا للمخاوف النفسية والتجميلية المرتبطة بذلك، فيظل التدخل الجراحي هو الخيار العلاجي الأكثر تحديدا حتى الآن، ويعتمد نوع الإصلاح الجراحي على حجم الطيات وموقعها حسب كل مريض، حيث تتراوح الأساليب الجراحية من الاستئصال البسيط إلى توسيع الأنسجة وترقيع الجلد للمرضى الذين يعانون من إصابة فروة الرأس. كما يمكن علاج الطيات الكبيرة بأسلوب تدريجي باستخدام تقنيات توسيع الأنسجة وإعادة بناء السدلة الموضعية. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة كيرويك. نضربكم موعد لا سومي بروشين، هادشي كامل على تيليتاتكم الرقمية لو دي جي راديو، وكذلك على قناتكم لو دي جي تيفي.